السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم. درسنا لهذا اليوم هو تلوث البحار والمحيطات من مقرر أجا 214 قضايا ومشكلات معاصرة للصف الثالث ثانوي. في نهاية الدرس يتوقع من الطالب أن يحدد مصادر تلوث المياه البحرية، أن يحدد على خريطة العالم الأماكن الأكثر تلوثاً في العالم، يناقش الآثار الناجمة عن تلوث البحار والمحيطات، ورابعاً يقترح حلولاً ومعالجات للمشاكل الناجمة عن تلوث البحار والمحيطات. من خلال المقدمة التي أمامنا، كان الاعتقاد السائد منذ مطلع الستينات أن مياه البحار والمحيطات لا تتلوث، لكن تبين فيما بعد أن مياه البحار والمحيطات هي بيئات واسعة تحمل جميع أنواع الملوثات في العالم، وذلك بسبب كثرة الاستخدام والنمو السكاني الكبير والتطور العلمي والتقني، مما أدى إلى تغير خصائص المياه البحرية وموت الأحياء البحرية، وانتشرت أشكال مختلفة للتلوث. ننتقل الآن إلى النشاط الأول. عزيزي الطالب، هناك مجموعة من الصور، صورة رقم 1، صورة رقم 2، صورة رقم 3. من خلال هذه الصور حدد مصادر تلوث المياه البحرية. اذكر أمثلة لأهم مصادر تلوث المياه البحرية. ننتقل الآن إلى إجابة النشاط الأول. صورة رقم 1 تمثل مخلفات نفطية، صورة رقم 2 تمثل المخلفات الصلبة، أما صورة رقم 3 فهي مصادر متنوعة لتلوث مياه البحار والمحيطات، منها الصرف الصحي، مخلفات صلبة، مخلفات المصانع، والمخلفات الزراعية. أهم مصادر تلوث المياه البحرية: الأنهار الملوثة، الينابيع البحرية، مياه الصرف الصحي، النفايات المنزلية الصلبة، نفايات المصانع، مياه التبريد في محطات تحلية المياه، مياه تبريد المفاعلات النووية، الزيوت والمياه الملوثة، حوادث ناقلات النفط، الحروب، ونفايات البواخر. ننتقل الآن إلى النشاط الثاني. أمامك خريطة، من خلال الخريطة حدد الأماكن الأكثر تلوثاً في العالم. كما نشاهد أن هناك درجات لتلوث مياه البحار والمحيطات، فاللون الأحمر يمثل تلوث خطير، أما اللون البرتقالي فهو يمثل التلوث القوي، أما اللون الأصفر فهو يمثل التلوث المعتدل. من خلال الخريطة حدد الأماكن الأكثر تلوثاً في العالم. الأماكن الأكثر تلوثاً في العالم: سواحل القارات والدول، سواحل الدول الصناعية، البحار الداخلية، وشبه المقفلة. ننتقل الآن إلى النشاط الثالث. هناك مجموعة من المستندات: مستند رقم 5،
مستند رقم 6، مستند رقم 7. عزيزي الطالب، تمعن في هذه المستندات لنستنتج من خلالها الآثار الناجمة عن تلوث البحار والمحيطات في العالم. من آثار تلوث البحار والمحيطات: تعرض البحار الداخلية المقفلة للموت بفعل التلوث وزيادة الملوحة. وعندما نقصد بمفهوم البحار الداخلية المقفلة، نقصد بها البحار التي لا تتصل بالبحار الأخرى، لذلك هي معرضة للموت والسبب التلوث وزيادة الملوحة. أما البحار الشبه مقفلة هي البحار التي لا تتجدد مياهها بسهولة وصنفت كبحار ملوثة. تناقص إنتاجية البحار: اعتبار مياه السواحل الملوثة وسطاً موبوءاً يسبب الأمراض الجلدية والمعوية، قلة النشاط الترفيهي والسياحي في البلدان ذات الشواطئ الملوثة. أما الآن ننتقل إلى النشاط الرابع من خلال مجموعة من المستندات. هناك مستند رقم 8 و9 و10. كما نلاحظ عزيزي الطالب أن المستند رقم 8 يمثل الخطة الزرقاء، في حين أن المستند رقم 9 يعتمد على منظمة دولية والمقصود بها هي جرين بيس. أما المستند رقم 10 فهو يتناول البواخر الخطرة. من خلال المستندات التي عرضناها كما سبق، أجب عن الأسئلة التالية: عرف المفاهيم التالية: الخطة الزرقاء، الجرين بيس، أحزاب البيئة أو الخضر. كما ذكرنا سابقا، من خلال المستندات نتطرق إلى مفهوم الخطة الزرقاء. والخطة الزرقاء عبارة عن خطة عمل وضعت بإشراف برنامج الأمم المتحدة للبيئة بهدف التعاون المشترك لحماية البيئة البحرية وصونها. أما الجرين بيس هي هيئة دولية وظيفتها الإشراف على تطبيق القوانين والمواثيق التي تمنع رمي النفايات السامة المتنوعة في أي منطقة من العالم. أما أحزاب البيئة أو الخضر هي حركات سياسية بيئية نشأت في أوروبا الصناعية أولاً، ثم امتدت إلى بقية الدول الأوروبية، حيث تهدف هذه الحركات في نشاطاتها إلى حماية البيئة البحرية والبرية من أخطار التجارب النووية والصناعات التي تلفظ نفايات خطرة بصورة مطردة. وآخراً عزيزي الطالب، ننتقل إلى الحلول المقترحة لمعالجة تلوث البحار والمحيطات. 1- منع المدن الساحلية من رمي نفاياتها الصلبة ومياه الصرف الصحي مباشرة في البحر أو على الشواطئ. منع المصافي والمصانع القريبة من البحر من توجيه موادها الملوثة نحو البحار مباشرة. منع انصباب مياه التبريد عند الشواطئ وعلى سطح المياه دون تخفيف حرارتها. مراقبة استثمار الثروة السمكية. الكشف الدوري على ناقلات النفط لتحاشي انفجار القديم منها. وضع خرائط بالمناطق الحساسة من البحار والمحيطات. كذلك القيام بالأبحاث والدراسات واستصدار والتشريعات الدولية التي تمنع التخلص من النفايات في المياه البحرية. وآخراً عزيزي الطالب، نلاحظ أن تلوث البحار والمحيطات من أهم القضايا المؤثرة في مختلف أشكال الحياة في العالم، وهي تتطلب تضافر جهود جميع الدول والمؤسسات والأفراد
لمعالجتها أو التخفيف من حدة آثارها السلبية من خلال الأخذ بكافة التدابير والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والوطنية والمحلية. انتهى الدرس. نشكر حسن استماعكم.